السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، ونتحدث اليوم عن معنى من معاني التأمل، وهو كيف نفهم معنى الفقر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة الكرام، فمر رجل، وهذا الرجل كان عليه هيئة الغنى والثراء والترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، قال لهم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا الصحابة رضي الله عنهم: هذا يا رسول الله إذا خطب لا يرد، وإذا شفع يشفع، وإذا سأل أجاب. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مر رجل وكان على هيئة الفقر، وكان رث الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا رجل مسكين، هذا فقير، هذا إذا خطب لا يستجاب له ولا يتم الموافقة عليه، وإذا شفع لا يشفع، وإذا سأل لا يعطى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا خير من ملء الأرض من أمثال ذاك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا مفهوم جديد، وهذا المفهوم هو مفهوم ما معنى الفقر. عندما نتكلم عن الفقر ونتأمل في معنى الفقر، ما معنى الفقر؟ الفقر والغنى معنى يضعه الإنسان لنفسه. الذي يكون مرتاح البال هو الإنسان الغني، الذي يكون مطمئن ومستقر هو الإنسان الغني. فالغنى ليس غنى المال، وإنما الغنى غنى النفس، وهذا ما أكده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن يحتاج منا إلى تأمل، إلى وقفة تفكر، إلى وقفة تدبر، من هو الغني ومن هو الفقير. ولهذا نحن عندما نتحدث عن الفقر، الفقر له معاني. في يوم من الأيام أحد الآباء أحب أن يعطي لابنه درس في الفقر، وأراد منه أن يرى ويشاهد كيف يعيش الفقراء. فأخذ هذا الأب الطفل وذهب به إلى مخيم من المخيمات، وإلى مكان من مساكن الفقراء، ثم ترك الطفل يلعب ويسرح ويمرح مع أطفال الفقراء. ومضى وقت طويل جدا، وأراد هذا الأب أن يعطيه درس. فلما انتهت الجولة وانتهى الموقف، رجع الأب مع طفله مع ابنه، فسأل الأب ابنه عن الفقر والفقراء، وكان يريد أن يعطيه درس في قضية كيفية التعامل مع المعنى، هذا معنى الفقر. فالابن ماذا قال؟ الابن قال: والله يا يبا، أنا لاحظت أشياء. قال له: ماذا لاحظت؟ قال: نحن في البيت عندنا كلب واحد، وهم عندهم 4 كلاب. الشيء الثاني اللي لاحظته أنه إحنا في البيت نشرب الماء ونشتريه من السوق، هم الماء موجود عندهم جدول كامل ما شاء الله، متى ما أرادوا أن يشربوا يشربوا. الملاحظة الثالثة أنه إحنا يا بابا عندنا في البيت جدار طويل يحمينا من أي سرقات أو دخول، هم عندهم جيرانهم وأصحابهم وأهلهم يحمون بعضهم بعض. إحنا يا يبا، هذه كلها ملاحظات الطفل، إحنا يا يبا إذا أردنا أن نأكل نشتري من السوق ونضعه في الثلاجة، هم يزرعون ويأكلون، الأكل عندهم أكل طازج وأكل طبيعي ومن زراعة أيديهم. الحين الأب قاعد يسمع ولده مستغرب من هذه الملاحظات، قال له: بعد يا ولدي؟ قال له: يا يبا، وأكثر من هذا كله أنه إحنا عندنا ساحة ضيجة في البيت نلعب فيها، ما عندهم يعني البساتين وعندهم الصحراء كلها يلعبون فيها، يسرحون ويلعبون. فالأب حقيقة سكت، ما عرف شو يجاوب. فقال الولد: وأزيدك يا يبا، إحنا عندنا في البيت خادم واحد، هم كلهم يخدمون بعضهم بعض. بعدين التفت هذا الولد إلى الأب، قال له: يا يبا، من هم الفقراء؟ ألسنا نحن الفقراء؟ الأب وقف مستغرب متعجب من هذا المعنى اللي طرحه الطفل. إذن كيف نرى الفقر؟ هذا سؤال مهم. التأمل في مثل هذه القيم، نحن نحتاج إلى وقفات نتأمل في معنى الفقر،
نتأمل في معنى الغنى، نتأمل في معنى العمل، نتأمل في معنى الإنجاز، نتأمل في كل شيء. ولذلك القرآن دعانا للتأمل ودعانا للتفكر. من كان يتوقع أن طفل مثل هذا يطرح سؤال كبير، من هم الفقراء؟ وهل نحن يا بابا الفقراء؟ وهو عايش في أحسن عيشة. فالقضية إذن قضية مهمة جدا. ولذلك عندما نتكلم عن الفقر، النبي الكريم لما طرح في الجلسة المعيار، لما مر شاب غني ثم شاب فقير، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن مثل هذا الفقير ربما هو خير من ملء الأرض من ذلك الرجل الثري. إذن الكل يسعى لراحة البال، ونحن نقولها للعاطس، لما يعطس الإنسان نقول له يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يصلح بالكم هي أمنية كل إنسان. اليوم الكرة الأرضية كم عدد سكانها؟ عدد سكان الأرض اليوم 6 مليار، نصفهم أقل من 3 مليار يعيشون باليوم على دولارين، بل وآخر إحصائيات تقول أن ثلثهم يعني مليار من عدد سكان الكرة الأرضية يعيشون في اليوم على دولار. فالمعيار إذن ليس هو مالي. ولهذا عندما نتأمل في معنى الفقر، الفقر هو فقر القيم، الفقر هو فقر الأخلاق، الفقر هو فقر الإيمان، الفقر هو فقر الدين. المال مهم لكن ليس هو معيار. ولذلك اليوم عندما تركض وسائل الإعلام خلف النجوم، من هم النجوم؟ وتسرع وسائل الإعلام خلف المشاهير، من هم المشاهير؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حديث واحد لا يتجاوز 4 أسطر، قال والله لملء الأرض من هذا خير من ذاك، عندما مر رجل غني ورجل فقير. التأمل في مثل هذه المعاني لا شك أنها هي مهمة جدا. وبالتالي عندما نتكلم عن الفقراء والأغنياء، أنا في هذا المكان وفي هذا المخيم تحدثت مع بعض الرجال والنساء والأطفال، وكلهم في داخل قرارة أنفسهم هم يعيشون باستقرار وأمان. إذن لابد أن نتأمل هذه المعاني وهذه القيم وهذه الأخلاق، نتأمل معنى الفقر. محمد يونس رجل واحد كان في بنغلاديش أسس بنك الفقراء وأغنى ورفع مستوى أكثر من 7 مليون إنسان، أكثر من 4 ملايين عائلة، رفع من مستواه المعيشي بمشروع واحد وهو بنك الفقراء. نحن بحاجة إلى مثل هذه المشاريع عندما نتأمل معنى الغنى ومعنى الفقر.